بنتسأل سؤال، هو في مشروبات معينة نحضرها بقى للعيد؟ والله المشروبات الطبيعية اللي كنا بنعملها في رمضان زي الكركديه وزي البردقوش وزي بلح الشاي اللي هو التمر هندي، دوم، بس طبعا السكر تبقاش كميات عالية. ممكن الحاجات انواع من يعني في ناس بتبقى محتاجة تاخد مياه غازية اللي هي زي فيها فوارة او حاجات فوارة عشان تساعد على الهضم يعني، بس برضو احنا مش عايزين العصاير اللي فيها سكريات عالية اللي معمولة مش في البيت اللي محطوط عليها مواد حافظة. احنا يعني يفضل ان احنا نتعامل مع المشروبات اللي احنا بنعملها في البيت بطريقة صحية، مراعين كميات السكر، ولو كان مريض مزمن عندنا نستعمل السكر الدايتس، واحسن نوع من السكر احنا قلنا السكر مصنوع من نبات الاستيفيا لانه امن ومزروع من نبات، ده مش اسم ده سكر يعني، ده اسم المصدر بتاع السكريات بس عند الضروره. طبعا في حاجات المشروبات اللي بتساعد على حرق الدهون زي ما حضرتك بتسمعوا، الشاي الاخضر او القرفه او اليانسون او الحاجات الكاموميل والحاجات اللي زي كده، خصوصا لو ايه الناس مش متعوده على كميات كبيره من الدهون واللحوم وكلتها في العيد، فدي هتبقى مريحه بالنسبة لهم. يعني مشروبات سخنه، مشروبات ساقعه، نخلي بالنا من كميات الميه، اللي ما بيشربش كميات ميه كويسه يحسب لنفسه وزنه على 8 يبقى ده عدد الكوبايات المفروض يشربها، فدايما نراعي الحاجات دي ان شاء الله في العيد. وكل سنه وانتم طيبين.